السلام عليكم الشباب، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله اخر حلقه عن الهليكوبترز اللي بيمتلكها الجيش المصري. اول واحده معانا اوجستا ويستلاند EW-109، او بمعنى اصح اوجستا جرام. دي مروحيه وزنها خفيف متعدده الارارات، فيها 8 مقاعد. على فكره بيتم استخدامها في البحث والانقاذ والاخلاء الطبي والنقل الخفيف زائد الادوار العسكريه. الطاقم بتاعها 1 أو 2 زي ما قلنا قبل كده، ان هي فيها 8 مقاعد. ارتفاعها 3.4 متر، وزنها وهي فاضيه 3 طن. فيها 2 محرك BW-207C، الواحد فيهم 735 حصان. سرعتها القصوى 193 ميل في الساعة، يعني 311 كيلومتر في الساعة. النطاق بتاعها 534 ميل، يعني حوالي كده 900 كيلومتر. أقصى ارتفاع ليها 16 قدم، يعني حوالي كده 5 كيلو. معدل الصعود بتاعها 9.3 متر في الثانية الواحدة. في واحدة تانية برضو منها معانا اوجستا ويستلاند EW-139، ودي موجود منها 500 طيارة بس في العالم كله، سعرها 12 مليون دولار. الطاقم بتاعها برضو بيبقى 1 أو 2، بس دي بقى فيها 15 مقعد مش 8 زي اللي قبلها. طولها 16.6 متر، عرضها 2.26 متر، ارتفاعها 5 متر. اقصى وزن ليها علشان تقدر تطير سواء ال 139 او ال 109 7 طن، بس دي بقى فيها 2 محرك BT-6C، الواحد فيهم 1531 حصان، وسرعتها برضو زي ال 109 311 كيلومتر في الساعة، بس دي بقى النطاق بتاعها 1061 كيلومتر مش زي اللي قبلها 900، ودي بقى اقصى ارتفاع ليها 20 قدم، يعني حوالي كده 6 كيلو شويه. معدل الصعود بتاعها 11 متر في الثانيه الواحده. اخر واحده معنا الاوجستا ويستلاند 189، يبقى اول واحده 109، الثانيه 139، اللي هشرحها دي 189. برضو الطاقم بتاعها بيبقى 1 أو 2، بس دي بقى فيها 20 مقعد. طولها 17.5 متر، ارتفاعها 5 متر، بس دي بقى اقصى وزن ليها علشان تقدر تطير 8.3 طن، اللي فاتوا كانوا 7 طن بس. بس دي بقى فيها 2 محرك جنرال الكتريك CT-7، الواحد فيهم 2000 حصان، ودي بقى سرعتها القصوى 315 كيلومتر في الساعة الواحدة، اللي فاتوا كانوا 311، والمدى بتاعها 1500 كيلومتر. اقصى ارتفاع ليها 6 كيلو، معدل الصعود بتاعها 11 متر في الثانية الواحدة. التلاتة يقدروا يشيلوا حمولة حوالي 3 طن، والتلاتة برضو فيهم مدفع رشاش عيار 30 ملي. ولحد هنا خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. السلام عليكم.